وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة مسؤول المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب. بداية سيد داوود، نريد أن نستفسر منكم عن الحالة الصحية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي السيد رمضان شلح، كيف حاله الآن وإلى أين وصلت المستشفى في تشخيص الحالة تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والسادة المشاهدين جميعا. يعني أولا الأخ الأمين العام للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح حفظه الله خضع مؤخرا لعملية جراحية في القلب، والآن هو بفضل الله تعالى يتماثل للشفاء، وضعه الصحي مستقر بشكل عام، ويخضع الآن للمتابعة الطبية. لا صحة أبدا للأنباء التي تحدثت عن أن الأمين العام دخل في غيبوبة أو أنه يعني تعرض للتسمم، هذا هو الوضع بدقة. يعني سيد شهاب، من الذي صرح بتعرض شلح إلى عملية دس السم له؟ من هي الجهة ولماذا لماذا؟ أنا الحقيقة هذه بعض وسائل الإعلام التي اعتمدت على يعني التقارير مغلوطة تماما، وربما اعتمدت على يعني تحليلات من هنا أو من هناك أو توقعات من هنا أو من هناك، باعتبار أن الأمين العام للحركة يعني مطلوب أو على رأس قائمة المطلوبين الإدارة الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا للكيان الصهيوني. ربما كان هذا توقع أو تحليل، لا أدري بالضبط، لكنه هذه الوكالات أو هذه المواقع الإخبارية لم تستند مطلقا إلى يعني أي مصدر رسمي في الحركة. الحركة عندما يعني يكون هناك شيء، نحن ندعو وسائل الإعلام كما حضرتكم الآن، يعني تتصلون بي كمسؤول في الحركة، كمسؤول الإعلام في الحركة، هذا هو الأصل. لكن أن يتم الاعتماد على تحليلات وتقارير غير دقيقة، هذا أمر يعني يجب على وسائل الإعلام أن تتوخى وتحذر منه. على مستوى القضية الفلسطينية، ننتقل تحديدا فيما يتعلق بمسيرة العودة، إلى أي مدى ترونها أنها يمكن أن تحقق تقدم على مستوى القضية الفلسطينية سيد شهاب؟ يعني هو أولا مسيرات العودة هي فعل كفاحي فلسطيني في إطار عملية الكفاح والنضال التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس القمع والإرهاب والاضطهاد والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من 70 عاما بشكل متتالي. إذن اليوم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد يعني بدأ في هذه المسيرات منذ تقريبا أكثر من 10 أيام الآن، حتى يسمع العالم صوت هذا الشعب المظلوم وصوت هذا الشعب المقهور والمحاصر في قطاع غزة، ليقول لكل العالم أن كل السياسات التي أرادت النيل من غزة، أرادت النيل من الشعب الفلسطيني في غزة، هذه السياسات لن تفلح، وأن الحصار لن يفلح أبدا في كي وعي الشعب الفلسطيني وسلخ الشعب الفلسطيني عن ثوابته وحقوقه. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني أكثر التصاقا، يعيد القضية الفلسطينية إلى أصلها، يعيد الأمور إلى نقطة الصفر كشعب يخضع للاحتلال ويطالب بالعودة إلى أرضه التي شرد منها، وهذا حق. من غزة مسؤول المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، شكرا جزيلا لكم.